حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج من العراق. عملية عسكرية يشنها النظام التركي في إقليم كردستان العراق والذريعة محاربة حزب العمال الكردستانية. فهل يستوجب محاربة حزب العمال إنشاء قواعد عسكرية وتهجير العوائل في إقليم كردستان العراق؟ مخططات توصف بالخطيرة يحاول تنفيذها أردوغان في إقليم كردستان العراق وشمال سوريا، ويستغل الوضع السياسي العراقي وعدم تشكيل الحكومة العراقية لتنفيذ هذه المخططات. هذه المحاور أحبة المشاهدين وأكثر نناقشها الليلة مع ضيفي بعد هذا التقرير. بدأت تركيا عملية عسكرية جديدة في إقليم كردستان بذريعة استهداف مواقع انتشار مقاتلي حزب العمال الكردستاني. ورغم أن هذه الخطوة ليست بجديدة على المنطقة، إلا أنها تختلف بحسب مراقبين من زاوية التوقيت والجو العام الذي أطلقت فيه، لا سيما في ظل الأزمة السياسية في العراق. مراقبون يرون أن العملية العسكرية الحالية تعتبر استكمالا للعمليات السابقة التي كانت قد أطلقت على العلن وبشكل رسمي في مايو عام 2019، والتي سميت بعملية المخلب. وزير الدفاع التركي قال إن العملية تستهدف مناطق عديدة، وإنها نفذت بالتنسيق مع أصدقاء وحلفاء تركيا، وتأتي قفل المخلب بعد 3 أيام من زيارة أجراها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى أنقرة. وقال بارزاني خلال محادثاته مع رجب أردوغان الرئيس التركي إنه يرحب بتوسيع التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في شمال العراق، الأمر الذي يضع رئيس إقليم كردستان في دائرة الاتهام بأنه أعطى الضوء الأخضر لأردوغان لشن الحرب على إقليم كردستان. حياكم الله من جديد أحبة المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج من العراق. دعوني أرحب بضيفي لهذا اليوم، عضو ائتلاف دولة القانون الأستاذ علاء الحداد. حياكم الله أستاذ. حياكم الله، أهلا أستاذ تيسير. شكرا لتلبية الدعوة. الله يسعدكم. الله يبارك فيك أستاذ علاء. بداية نتحدث حول الشأن السياسي العراقي، لا سيما اليوم الجانب الأمني وما أثار حفيظة الشارع العراقي من هجمات تركية على إقليم كردستان العراق. اليوم كيف تعلقون على قيام تركيا بهجوم عسكري على إقليم كردستان العراق؟ نعم، تحية لكم ولكل السادة المشاهدين. ابتداء يعني مسألة الاعتداءات التركية، ممكن إذا نراجع الخط الزمني لمسألة يعني التمادي الأكثر، ممكن نقيمها ما بعد 2016-2017. نعم، يعني المرحلة اللي دخل بها العراق إلى مرحلة الانهيار السياسي أو ضعف المنظومة السياسية بصراحة. هذا كله نتاج لقضية تتعلق ببنية وبناء العملية السياسية وطريقة ترابط الكتل السياسية ما بينها لإنتاج عملية سياسية ناضجة تستطيع أن تحدد مسارات ومحاور القضايا يعني المهمة والمفصلية التي تتعلق بسيادة وهيبة البلد. يعني حتى الحراك الأخير اللي كان في تلك الفترة بمسألة ضرورة وضع قانون لجدولة سحب القوات الأجنبية بشكل عام، وضرورة وجود تفاهمات مع الجانب التركي لتقليل أو يعني على أقل التنسيق مع الحكومة العراقية فيما لو يعني كان لها ادعاءات صحيحة بشأن يعني الهجمات على البككة حزب العمال الكردستاني. نعم. اليوم أيضا الحكومة مطالبة بحكم ما صار من اعتداءات سافرة بصراحة. بعض الأحاديث أو التبريرات غير الرسمية تعلل أن القضية أكو تنسيق ما بين الحكومة العراقية والجانب التركي لشن هذه الهجمات على البككة، بالتالي الحكومة مطالبة لإيضاح هذا الموقف، هل هنالك تنسيق حقيقي
ما بين الحكومة العراقية والحكومة التركية بهذا المجال. ترك القضية للتكهنات والتخمينات يعني خلى الحكومة بموقف ضعيف أمام الرأي العام العراقي. بالتالي يعني بالأخير مجمل هذه الأحداث من اعتداءات اللي تصير حتى على مستوى الداخل، اليوم ما نشهد من عمليات خرق أمني وعمليات النزاعات العشائرية التي خرجت عن السياق والعرف الاجتماعي والعرف العشائري حتى، هذا نعم. كل نتاج لترهل وضعف المنظومة السياسية. أستاذ علاء، في ظل اليوم الإعلان عن هذا الهجوم التركي على أقليم كردستان العراق، اليوم حكومة أربيل وحكومة بغداد تلتزمان الصمت، ما الأمر؟ يعني ممكن هذا ندخل ضمن المسارات أو التقاطعات ما بين العمل بين حكومة بغداد وحكومة أقليم كردستان. وجود التفاهمات السياسية والمسارات السياسية الحالية لتشكيل الحكومة، قضية الاختلاف ما بين الحزب حزب الاتحاد وحزب الديمقراطي في حكومة أربيل ممكن يعني صعب الموقف على حكومة أربيل. يعني بالتالي حكومة أربيل مهما بلغ بها من قوة لا تستطيع أن تستغني عن بغداد. دعم بغداد ضروري بالنسبة للإقليم، بالتالي الإقليم هو جزء من العراق، يعني يلتزم وممكن يعني يحتاج إلى دعم الحكومة المركزية لتفادي أي هجمات. بالتالي هذه عملية الخلافات الحاصلة داخل المكونات الكردية واحدة من القضايا التي جعلت القوة الكردية بموقف حرج، لا تستطيع أن تطلب الدعم من بغداد وبالتالي تبين ضعف طيب. الإقليم أمام الرأي العام. حتى أبين مسألة جدا مهمة، قبل العمليات العسكرية في إقليم كردستان العراق كانت هناك زيارة لرئيس حكومة الإقليم السيد مسرور برزاني والتقى بالسيد أردوغان، وكان هناك مباحثات بشأن السياسي العراقي وحتى فيما يتعلق بالجانب الأمني. اليوم ما بعد هذه الزيارة حصلت هناك عمليات عسكرية، هل هذا معناه اليوم الأمر مدبر ما بين حكومة إقليم كردستان العراق وأنقرة بشأن اليوم شن غارات عسكرية أو يعني هجمات ضد حزب العمال في داخل الأراضي العراقية؟ هو هذا اللي نتحدث عنه. يعني اليوم إذا كان هنالك يعني تنسيق، وجود هذا التنسيق، فبالتأكيد إحنا يعني ندعم أي خطوة يكون بها تنسيق مسبق وتقوية الحكومة وتكون الحكومة على دراية. طيب لكن هذا التنسيق بمعزل عن حكومة بغداد؟ أحسنت. فالفكرة بأنه انعزال الإقليم واعتقاده بأنه هو قادر على الاستغناء عن بغداد هذا أمر خاطئ. يعني ما ممكن للإقليم أن يتحرك وأن يعقد اتفاقات تتعلق بهيبة وسيادة البلد بمعزل عن بغداد. وهذا الرجع لمسألة الخلافات السياسية يعني المناكفات الحاصلة الآن بشأن يعني مسارات تشكيل الحكومة القادمة. بالتالي حتى يعني الحكومة المركزية مطالبة باتخاذ موقف، على أقل تقدير بيان واضح وصريح يطالب حكومة أربيل بتبيان الموقف وأسباب الزيارة، هل هنالك تنسيق، عدم وجود تنسيق، القضية معلنة أم غير معلنة. يعني حتى لاحظ يعني الاختلافات بالمواقف السياسية بيوم اللي صارت مثلا قضية العملية الإيرانية على بعض المقرات اللي هي لها علاقة بالموساد الإسرائيلي، لاحظنا هنالك ردة فعل ورأي عام غاضب بهذا الاتجاه حتى على مستوى القوى السياسية، كان رافض لعملية التدخل، اعتبروا انتهاك للسيادة العراقية. بالمقابل هنالك صمت مثل ما وصفت جنابك، ويعني خطوات خجولة باتجاه انتقاد العمليات العسكرية لكن التركية. اليوم الأمران لا يتفق مع الشارع العراقي، بالتالي إيران اخترقت السيادة العراقية ونفذت ضربات جوية في داخل الأراضي العراقية سواء كانت في بغداد أو في المحافظات الأخرى أو حتى في إقليم كردستان نتفق العراق. على أن بالتالي اليوم أيضا هذا الأمر يعني يوازي ما قامت به إيران، هذا الأمر يوازي الجانب التركي. يعني هنا استعرضتها مو من باب يعني الدفاع عن طرف، الطرفان انتهكا سيادة العراق. نعم. لكن نحن نأخذ الحالة السياسية وردود الفعل. هل ردود الفعل باتجاه الضربة الإيرانية على مقرات الموساد مشابهة لردود الفعل باتجاه الانتهاك التركي؟ هنا التباين بالمواقف. هذا نعم. يفسر لك حتى مسألة التوجهات لبعض القوى، تفاهماتها مع الدوائر الخارجية، مع علاقاتها بالدول الخارج والدول المجاورة ممكن أيضا. هذا التباين بالتصريحات والمواقف من طرف دون طرف آخر يفسر لنا يعني أو يخلينا أمام تكهن أنه هنالك علاقات
مع أطراف خارجية مو صحيحة، ممكن كانت حتى على حساب سيادة العراق مثلا. يعني اليوم أنا من ما أنتقد الجانب التركي وما أتخذ موقف من الجانب التركي، هذا يعزز لي أنه الجانب التركي متدخل بمسألة التفاهمات السياسية. طيب. وهو راعي لجزء من عملية التفاهم ما بين بعض القوى السياسية. طيب، في غالبية العمليات العسكرية اللي تحصل أو شنها الغارات الجوية التركية على شمال العراق، هناك ذريعة هي محاربة حزب العمال الكردستان. هل بالتالي اليوم هناك يعني سبب رئيسي لهذه الهجمات، أم هناك أهداف أو مخططات من الممكن تنفيذها من خلال هذه الذريعة؟ يعني احنا ما ننفي وجود هذا التهديد وهذا الجماعات اللي هي ممكن تهدد حتى الأمن العراق. بالتالي أقول العراق أصبح على قدر كافي من التعامل مع مثل مع الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية، جماعات الخارج عن القانون. كان من الأولى أن يكون هنالك تنسيق عالي ما بين الحكومة العراقية والإقليم باعتباره هو المتضرر الأول على اعتبار وجود هذه الجماعات على أراضي كردستان. يكون أكو تنسيق عالي المستوى ما بين الإقليم وحكومة بغداد والقوات التركية بهذا الجانب. ما عندنا مشكلة بالأخير، يعني لو كان هنالك تنسيق حقيقي وتدار العمليات العسكرية بعلم الحكومة العراقية، فهذا ما بيفد مشكل معين. بالتالي وجود هذه الجماعات ضرورة للمعالجة. يعني اليوم ممكن أن نسمي هذه الجماعات بطريقة مشابهة لوجود الجماعات المتطرفة والخارجة عن القانون وحتى الحركات المشبوهة في الوسط والجنوب. بالتالي من يتعامل مع هؤلاء؟ تعامل معهم الحكومة العراقية. الإقليم يجب أن يعني يعي مسألة التعامل، يجب أن يكون من الداخل وطرد هذه القوات. وإذا كان هنالك يعني المسألة بها صعوبة، فلا بأس بأن يكون هنالك تنسيق والرأي العام على علم بطبيعة التنسيق وإلى أي مدى وصل هذا التنسيق. طيب، البعض يرى أن هذه الهجمات العسكرية هي هجمات توسعية مستقبلا، وبالتالي اليوم تركيا لا تحارب فقط حزب العمال كردستان في الأراضي العراقية، هناك أيضا عمليات عسكرية في شمال سوريا، هناك في ليبيا. هذا الأمر اليوم هو يعني سبب الأوضاع السياسية اللي يعيشها العالم، جعل من تركيا اليوم تستنفر كل الطاقات العسكرية من أجل تنفيذ هذه المخططات التوسعية؟ يعني هي الموضوع يحمل الأمرين بصراحة. لا أحد ينكر أن هنالك نوايا وأحلام للجانب التركي للتوسع أو التمدد على حساب الأراضي العراقية وما يعتقدوه بمسألة هذا الحلم العثماني، الدولة العثمانية. نعم. ومواقفها واضحة من أيام داعش بمسألة التمدد باتجاه الموصل وغير الموصل. بالتالي يعني هذا يخلينا أمام تحدي آخر بصراحة أمام كل القوى السياسية، بضرورة أن ننتج حكومة قادرة على مواجهة هذه الأطماع اللي الآن صارت من كل محاور العراق إذا صح التعبير نسميها. عندنا الطرف التركي الحالم بالتوسع على حساب القوات العراقية، وممكن يتخذ من حزب العمال ذريعة مضافة. يعني أوكي، هو يريد يعالج هذه الجماعات اللي تهدد أمنه، لكن يعالج بطريقة مرة معالجة، وبنفس الوقت هو ممكن عملية توغل أكثر داخل الأراضي العراقية، وممكن تكون هاي خطوة استباقية فيما لو تكرر سيناريو مشابه لسيناريو داعش أو أي عملية انهيار، سواء على المستوى السياسي على المستوى الأمني. ممكن أن الجانب التركي ما يعني يتوانى باستغلال الفرصة ونشوفه دخل إلى عمق أكثر داخل الأراضي العراقية. بالتالي التحديات للحكومة القادمة تحديات كبيرة ومهمة، وعلى جميع القوى السياسية أن تدرك ما يعني يحيط بالعراق وأن ينتجوا حكومة قادرة على مواجهة هذه الأمور. طيب، راح أتحدث عن الجانب السياسي، لكن أبقى في الجانب الأمني أو العسكري. اليوم ما هي الآثار اللي يتركها هكذا هجوم أو عمليات عسكرية على يعني الأراضي الزراعية أو على الإقليم، على الناس البسطاء في إقليم كردستان العراق؟ تأكيد اليوم أي عمليات عسكرية هي واحدة من آثارها أو أول آثارها هي مسألة النزوح وترك الأراضي. النزوح وترك الأراضي يسبب مشاكل اجتماعية كثيرة. بالتالي من عندك مجموعة أناس تركوا أراضيهم باتجاه أراضي أخرى، هذه أزمة اجتماعية يعني تصيب المجتمع بشكل عام. أفراد وعائلات نازحة ممكن تتأثر حتى بطبيعة النسيج إذا كان يعني تتناسب مع حجم وكمية النزوح من الأراضي. يعني هذه كل ما زادت كل ما ممكن ندخل حتى بقضايا تحديات أمنية وتحديات اقتصادية. بالتالي معالجتها من البداية ضرورة. لذلك احنا ذكرنا مسألة التنسيق، ممكن أيضا
يعني تبعث رسائل اطمئنان للأهالي أو الأشخاص القريبين من مناطق الاستهداف، مرة يعني أوفر لهم الملاذ الآمن، مرة أجري عمليات إخلاء وتنسيق مسبق حتى ما أعرض هذه العائلات لخطر القصف. هذه القضايا ممكن أيضا تدخل ضمن يعني مسألة الانهيارات السياسية اللي تحدث. يعني مثلا من نذكر مسألة داعش، ما داعش استغلت فرصة واحدة اللي هي عدم وجود دعم من القوة السياسية للحكومة، بالتالي الحكومة لقت نفسها بمواجهة تنظيم ومؤامرة خارجية وحيدة. نعم. يعني احنا اليوم العملية السياسية بالنظام البرلماني الكل مطالب بدعم الحكومة، يعني الحكومة نتاج لتمثلات البرلمان اللي هم نتاج التصويت واختيار الشعب. عندما تكون الحكومة منفردة ووحيدة تجاه أزمة بالتأكيد ما راح تقدر تواجه هذه الأزمة، فكيف إذا كان كل العملية السياسية لا عندنا حكومة قوية ولا قوة سياسية متفاهمة ما بينها؟ مؤكد أن الانهيار سيكون أكبر بكثير من انهيارات داعش. طيب، البعض كثير ما يتحدث عن التعاون اليوم ما بين حكومة أنقرة وحكومة أربيل، بالتالي كيف من الممكن أن نضع في أي خانة هذا النوع من أنواع التعاون؟ يعني أعتقد الجانب التركي استغل مرة الانهيار السياسي أو حالة عدم التفاهم السياسي، ومرة يتعكز على من له تفاهمات من القوى السياسية. يعني نحكيها بصريح العبارة، تركيا كانت الراعي الرسمي لوجود الاتفاق ما بين أطراف تحالف السيادة اللي هم عزم وتقدم. رعاية هكذا أمور ورعاية هكذا تفاهمات ورعاية هكذا حركات أو أحزاب وقوى سياسية بالتأكيد تضعف الموقف للقوى السياسية، خلي ما يقدر يتخذ موقف سياسي وطني حقيقي، يكون محرج أمام هذه الجهة الراعية لهذا الموضوع. حس ما هو المدى قد عندهم نسبة تفاهمات مع هذه الدولة، بالتالي المواقف واضحة. يعني إلى الآن ما شاهدنا عملية استنكار أو عملية رفض لهذه الانتهاكات التركية، بالتالي هي تتعكز على هذه التفصيلات، مرة برعاية قوة سياسية معينة، والثانية هي حالة عدم وجود المناخ والجو السياسي المناسب. طيب، اليوم اللاعب الدولي أخذ مساحة كافية اليوم لحل الخلاف ما بين البيت السني، ونجد أيضا هناك موقف المتفرج أزاء البيت الشيعي. يعني البيت الشيعي نتحدث يعني ممكن باتجاه قوى الإطار. القوى الإطار انطلقت ضمن رؤياها الوطنية والشخصية، ماكو أي طرف خارجي كان له دور برسم سياسات العامة وتفاهمات العامة وحتى تحالفها بشكل عام. الأطراف السنية ممكن تكون يعني تركيا الراعي الرسمي للأطراف السنية هو ما تحدثنا عنه بمسألة وجود المصالح المستقبلية بهذا الاتجاه. يعني الجانب السني تقريبا هو ضمن هذه المحور وهذه المنطقة للحلم التركي والدولة العثمانية. نعم. فكان إلى بصمة واضحة بهذا الاتجاه على اعتبار المطامع المستقبلية. على بالمقابل نجد البيت الشيعي إلى الآن يحاول أن يبعد أي تأثير خارجي من شأن أن يعكر صفو هذا التفاهمات، بالتالي لما يكون عندك تفاهم وطني حقيقي ناتج من إرادة وطنية مؤكد سيكون أقوى، وهذا النتائج واضح. يعني اليوم كل ما تتقدم الأيام نلقى تحالف الإطار التنسيقي اللي يسموا نفسهم الثبات الوطني يثبت أكثر ويتمسك بمحوريته وقضيته الاستراتيجية، بالمقابل نجد التحالف الآخر اللي هو أنقاذ وطن يشهد تصدعات كثيرة على اعتبار أنه ما بين قواه المتحالفة غياب القضية الاستراتيجية اللي نجمعوا عليها. طيب. يعني إذا نستعرض من البداية الأكراد في أول محطة من الترشيحات رشحوا السيد هوشير زيباري، كان ترشيحها محرج لباقي الأطراف. نتحدث عن باقي الأطراف مثلا التيار الصدري. طيب أستاذ علاء، حتى أبقى في محور الجانب التركي وأعود إلى الجانب السياسي بالبارت الآخر، لكن اليوم تحدث عن موقف البرلمان العراقي، موقف خجول أمام الانتهاك التركي. اليوم هناك حرب، وربما تكون الحرب عسكرية، وربما تكون هناك
أيضا بالجانب الاقتصادي لا نرى أي مقاطعة للمنتوجات التركية اليوم في داخل الأراضي العراقية. ما هو موقف البرلمان؟ البرلمان مشكلته ما عارف إلى الآن صلاحياته وحتى اتفاقياته. أنا سامع كلام من بعض النواب وحتى اللي هم لهم في التأثير كبير بهذا الجانب، يخشون اتخاذ خطوة باتجاه الحكومة التركية على اعتبار أنه ممكن يحاربنا بمسألة المياه، وهذا الموضوع مو صحيح على اعتبار لكن هناك اتفاقيات. أحسنت، إحنا العراق يعني يدخل ضمن اتفاقيات دولية. مسألة الحرب المائية هذه قضية يعني دولية، ما ممكن تتخذ من عندها الجانب التركي أخذها ورقة. بالتالي أقول لو كان البرلمان فعال حقيقي وعارف لأدواته ومهامه ما راح يخاف من هذه النقطة، قادر على أن يعني يرفع دعوة بالدوائر الدولية ويكسب هذه الدعوة. فهذه واحدة من القضايا. البرلمان إلى الآن هو ما عارف أدواته. نتحدث عن برلمان جل اللي صعدوا للبرلمان الآن هم حديثي تجربة على العمل السياسي، حديثي تجربة على العمل البرلماني، إضافة إلى أنه أيضا مرتبطين بمواقف كتلهم السياسية اللي من البداية سولفنا عنها أنه هي مواقف خجولة ممكن تكون لها ارتباطات خارجية. يعني إذا تلاحظ فقط القوى الإطار وبعض القوى الأخرى استنكرت هذا الموضوع وكان لها رفض كبير من هذا الموضوع. بالتالي البرلمان بحاجة إلى فهم أكثر، بحاجة إلى أن يكون هنالك موقف من زعماء القوى السياسية باتجاه نوابهم لاتخاذ مواقف حازمة من الموقف التركي. طيب، هناك اتفاقية ما بين العراق وتركيا بشأن اليوم ملاحقة بعض العناصر الخارجين عن القانون، لكن هذه الاتفاقية تنص على ملاحقة لمسافة معينة ومن ثم العودة إلى الأراضي التركية. نجد اليوم تركيا تقوم بإنشاء قواعد عسكرية في شمال العراق وفي محافظة دهوك وحتى وصلت إلى يعني مناطق بعشيق. صح، الموقف إذا تلاحظ حتى من وجود القوات الأمريكية بالبداية، من كان عام 2011 وقضية سحب وجدولة القوات الأمريكية، كان هنالك اعتراض كبير حتى على وجودهم كمستشارين، وبالتالي تم إخراج كامل القوات الأمريكية وبقت بس التمثيل الدبلوماسي اللي هو متعلق بالسفارة الأمريكية. طيب، اليوم الجانب التركي أيضا إذا ما أراد ينفذ هذه العمليات فأيضا نقول حتى هذه العمليات اللي تتم بالتنسيق يجب أن يكون للعراق رأي بمسألة نوع السلاح المستخدم وطريقة التعاطي وطريقة التعامل مع هؤلاء. اليوم تركيا تستغل الوضع المترهل سواء على المستوى السياسي والأمني داخل العراق وتشن مثل هكذا هجمات وبطريقة ما أعتقد هي قانونية نهائيا، على اعتبار استخدام أسلحة، إنشاء قواعد ثابتة، عدم مراعاة لوجود المدنيين ضمن مناطق الاستهداف. هذه كلها خروقات تسجل حتى وإن كان هنالك تفاهم مثل ما تدعي، تهجير وتجريف الأراضي الزراعية، حتى وإن كان هنالك تفاهم مع الحكومة العراقية وتنسيق، لكن طريقة التعاطي والتعامل هي طريقة خاطئة ومؤكد أنه يجب أن لا تمر مرور الكرام. طيب، هذا الأمر اليوم يعني بصريح العبارة لا نرى أي شخصية سياسية اليوم أدانت مسألة التهجير، مسألة تجريف الأراضي الزراعية. ما يحصل الآن في حتى القطاعات العسكرية، كان هناك استهداف لسنجار لقوات الحشد أو مستشفى ميداني تابع لقوات الحشد، بالتالي ماكو أي نوع من أنواع الإدانة أو الاستنكار أو الشجب لهكذا أفعال تركية. هو هذا اللي نتحدث عنه، عن التناقض بالمواقف من قبل القوى السياسية. يعني ممكن تكون أكون هنالك بعض القوى الرافضة لهذا الموضوع وأعلنتها ببيانات صريحة وواضحة، لكن هي غير كافية. القضية اليوم ما تتعلق بطرف دون طرف، اليوم نتحدث عن مسألة انتهاك لسيادة العراق عموما بغض النظر عن سواء هذا من الطرف أليف أو من الطرف باء. زين، تالي القوى السياسية أمامها تحدي حتى تثبت أنه هي جاية فعلا لخدمة البلد وجاية فعلا لتقديم خدمات وتحقيق المصلحة وتحقيق الإصلاح وتحقيق الأمن الكافي للمواطن من خلال هذه المواقف. أنا اليوم بأول تجربة وأول امتحان أنت موقفك ضعيف من عملية انتهاك واضحة وصريحة، كيف ممكن أنا كجمهور أثق بيك بالمواقف الأخرى بالاتفاقيات الأخرى بما يتعرض للبلد بقادم الأيام؟ هنا أنا أقدر أستشعر قوتك وأقدر أشوف مواقفك وطنية حقيقية أم تجامل على حساب
يعني سيادة البلد وهيبته. هنا المواقف، هنا التحدي. بالتالي أقول يعني هي هذه مسألة من يتعامل بالعمالة مع الطرف الآخر يخليه بموقف حرج بعيد عن الوطنية. بالتأكيد اليوم ما أعتقد الإنسان الحر واللي عنده وطنية يقبل بالانتهاك ولا يسكت على هذا الانتهاك إلا اللي هو عنده ارتباط وعمالة مع الطرف المنتهك. طيب أستاذ علاء، أكيد راح أتواصل معك لكن بعد هذا الفاصل. نعم أحبت المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نعود. رجعنا لكم أحبة المشاهدين بعد هذا الفاصل، ورحب بضيفي الجديد الأستاذ علاء. حياكم الله أستاذ. حياكم الله أستاذ. قبل قليل تحدثنا حول الجانب التركي وتطرقنا إلى مسألة اليوم الرد سواء كان من الجانب السياسي أو من الجانب العسكري. اليوم تركيا أو خطر النظام التركي لا يقل شأنا عن خطر تنظيم داعش، بالتالي هل من الممكن أن يكون هناك رد عسكري عراقي أزاء هذا الانتهاك إذا ما استمر اليوم النظام التركي بشن غارات عسكرية على أقليم كردستان العراق؟ لا بالتأكيد، يعني الخيار العسكري مستبعد نهائيا على اعتبار القضية واضحة. أنت عندك عملية انتهاك من قبل دولة واضحة المعالم، استغلت الظروف معينة مر بها البلد على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي والمستوى الأمني. بالتالي بطبيعة الحال ضمن العمل السياسي أو أدبيات السياسة يقولون السياسة شر، دائما ما تتعكز على يعني تستغل الطرف مجرد ضعفه، ممكن تستغل الطرف الضعيف. هذا الموضوع ممكن أن يعالج فيما لو أنتجنا حكومة قادرة، حكومة يعني تؤمن بالمصلحة الوطنية على حساب المصالح الخارجية. ممكن أن نعقد مجموعة من التفاهمات والاتفاقات، وحتى ممكن أن نلجأ للرأي القانوني. يعني طيب، هذا الموضوع هو أسلم الطرق. اليوم قضية الانتهاكات واضحة، قضية توغل وتواجد قوات تركية بطريقة غير قانونية وبدون تنسيق مسبق، مؤكد سيكسب العراق دعوة سواء يعني بالمسار القانوني. اللجوء إلى المحاكم الدولية أمر وارد؟ ممكن هو يعني الخيار الثاني ما بعد الحوار ممكن. نعم. الخيار الثاني، أما مسألة العسكر فبالتأكيد العراق لا يدخل بهكذا يعني مسارات ولا يأخذ هكذا خيارات. القضية ممكن أن تحال. إحنا عندنا تجربة سابقة يعني بدورتين الحكومة المالكي مثلا، كانت هذه القضايا تحل بالحوار وتحل بالمواقف الوطنية وإصرار الحكومة على ضرورة عدم وجود أي تواجد أجنبي. يعني إحنا دولة المالكي مثلا أو حكومة المالكي نجحت بإخراج القوات الأمريكية. نعم. بتفاهم واتفاقية الإطار الاستراتيجي، خلينا مجموعة خطوات وبالتالي انسحبت القوات الأمريكية اللي هي كان وجودها وتمركزها وحجج بقائها أقوى من حجج بقاء القوات التركية. طيب. بالتالي أقول المسار السياسي أولا والمسار القانوني ثانيا هو الحل الأسلم ومو صعب. طيب لو كان هنالك إرادة ممكن يحل الموضوع. برأيك يعني من الممكن أن تكون هناك أولويات لعمل الحكومة القادمة بشأن إخراج القوات الأجنبية من العراق؟ بالتأكيد، يعني مسألة إخراج القوات الأمريكية واحدة من متبنيات. أتحدث عن القوات الأجنبية. أجنبية بشكل عام طبعا. نعم. يعني إحنا نتحدث عندنا قانون منظور ضمن الدورة البرلمانية السابقة. كان يتعلق تصويت لكن يعني تصويت لكن ما تم تنفيذه من قبل الحكومة. نعم. كانت ذرائع كثيرة باعتبار أن العراق إلى الآن بحاجة إلى وجودهم كمستشارين، وهالأمور هذه مع يعني عدم اتفاقنا بأنهم وجودهم كمستشارين وإنما هي حجة
لإسكات القوى السياسية بأن وجود هذه القوات هي كمستشارين. بالتالي أقول الحكومة القادمة ومن أولوياتها يجب أن يكون هنالك يعني تفعيل لهذا القانون، سحب يعني جميع القوات الأجنبية من العراق أولا. القضية الثانية حتى تتعلق بمسألة حقوق وضمانات الحشد الشعبي. هذه الأمور تتعلق بمتبنيات أطراف دون أطراف بصراحة. كل طرف الآن، نحن نتحدث عن تحالفات مختلفة أو معسكرين، كل معسكر إلى رؤية بمسألة إدارة وطريقة إدارة الحكومة القادمة. هسه اللي إذا كان يعني الإطار التنسيقي هو من سيظفر بتشكيل الحكومة، فمؤكد واحدة من قضايا استراتيجية القادمة هو تفعيل قانون سحب القوات الأجنبية بشكل كامل من الأراضي العراقية، وأيضا ينتقل لباقي الملفات اللي هي أيضا بنفس الأولوية بمسألة مثلا حقوق المكون تتعلق بضمان حقوق الحشد الشعبي وعدم المساس بالحشد الشعبي وغيرها من هذه الملفات. طيب، البعض تحدث عن اتفاقيات سرية ما بين العراق وتركيا بشأن اليوم شن غارات عسكرية. هذا الأمر اليوم يتيح لتركيا تواجد قواتها في مختلف المناطق، وبالتالي أيضا من الممكن أن تلغى هذه الاتفاقيات أو الإعلان عن هذه الاتفاقيات بشكل صريح. قانونا لا يحق للإقليم، لو يعني فرضنا أن هذه الاتفاقات تمت بين الإقليم والجانب التركي، قانونا لا يحق للإقليم الاتفاق والتعاقد والتفاهم بهكذا مسائل يعني بطريقة الاتفاق أحادي الجانب، على اعتبار هذه قضية تمثل سيادة بلد بشكل كامل. نعم. يبقى لبغداد الحق بالاعتراض على هكذا تفاهمات، ولبغداد الحق بإلغاء أي تفاهم واتفاق بهذه الطريقة وبهذا الشكل. يعني ذكرنا في البداية أنه ما يحدث الآن هو عملية استغلال لضعف الموقف العراقي لا أكثر، وإلا أي عملية يعني كل ما يحصل الآن من عمليات أو تحركات تركية هي يعني منتهكة للسيادة وغير قانونية وتعدي على الحق العراقي. طيب، فيما يتعلق بالجانب السياسي اليوم تركيا تستغل الظروف السياسية للعراق وبالتالي أيضا حتى الظروف العسكرية. هذا الأمر اليوم جعل تركيا تتوغل بعمق الأراضي العراقية، وبالتالي يعني استباحت كثير من المناطق وتهجير السكان وتجريف الأراضي الزراعية. هذا الأمر اليوم جعل من تركيا تنفذ مخطط أو معاهدة تم الاتفاق عليها مع العراق اللي هي معاهدة لوزان سنة 1923. يعني احنا اذا لاحظ اليوم هذا الترهل اللي يعيشه البلد بالوضع السياسي والأمني، اكو تحرك واضح لمسنا احنا يعني كرأي عام بالشكل اللي هو تحرك القوات التركية. اليوم عملية الانتهاك والتدخل بالشأن العراقي واستغلال هذه الظروف لا تتعلق بتركيا فقط، الكثير من دول الجوار يعني مثلا، ولا يقتصر على الجانب العسكري فقط، ايضا حتى على الجانب السياسي، على الجانب الاقتصادي. اليوم احنا نتحدث عن رئة العراق ميناء الفاو. نعم. يعني هذا العمل عليه عمل دولي ايضا. مسألة يعني تأخر انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير وبعض القضايا الاقتصادية وغيرها من التفاصيل، هذه للجانب الإماراتي دور باستغلال هذه الظروف وإيقاف مثل هكذا مشاريع. نعم. يعني الكثير من الدول استغلت هذه حالة الترهل هذه ونفذت أجندات تعتقدها هي ضمن مصلحتها أو ضمن أجنداتها. مرة تركيا تتحرك باتجاه الحلم التركي بالتمدد على حساب الأراضي العراقية، الإمارات تتحرك باتجاه إيقاف الكثير من المشاريع الاقتصادية التي تعتقد أنها مضرة على الواقع الاقتصادي للإمارات. نتحدث عن الأردن اللي ممكن تستغل مسألة الترهل ووجود حكومة متناغمة مع أجندات خارجية تتعلق بالتفاهمات مع إسرائيل وبيع نفط إلى إسرائيل وغيرها من التفاصيل. مشروع الشام الجديد. بالتالي البلد الآن أصبح عرضة للكثير من المشاريع. يعني إحنا حتى للمزحة طرحناها قبل فترة، يعني إحنا حتى ممكن الصومال والسودان مخابرات تشتغل بالعراق بهذه الطريقة. الآن البلد مترهل غياب تام لعنوان الحكومة. يعني حتى نرجع على مستوى مؤسساتنا الحكومية الدوائر، يعني مثلا على النظام المصرفي، أحد الأشخاص وصف النظام المصرفي تحول إلى عبارة عن صيرفة، ما عندنا مصارف. هكذا انهارت الدولة.
بسبب غياب الحكومة الحقيقية القادرة التي تراعي مصالح البلد بشكل عام ومنبثقة من قوى وطنية تسند قرارات هذه الحكومة. في صدد الحديث عن الحكومة، إن وصلت اليوم التفاهمات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري من أجل تشكيل الحكومة؟ الإطار إلى الآن يعني يبحث عن ضرورة وجود الكتلة النيابية الشيعية الأكبر على اعتبار أنه هي الضمانة الوحيدة ل يعني الإتيان برئيس حكومة يكون ملزم بمجموعة من الاتفاقات. فالإطار يبحث عن هذه التفصيلة، تفصيلة وجود الكتلة النيابية الأكبر على اعتبار أنه كل ما حصل عندنا ما بعد 2018 هو نتيجة لغياب الكتلة النيابية الأكبر التي يستند عليها رئيس الحكومة. اليوم سلاح الدولة أو الحكومة سلاحها هو التمثيل البرلماني اللي يسند قرارات الحكومة. نعم. يعني من راحت من عندنا هذه الصفة، أصبح رئيس الحكومة يواجه الأزمات منفردا. غياب التنسيق والرؤية ما بين الحكومة والبرلمان واحدة من القضايا اللي تودينا باتجاهات غير صحيحة لإدارة البلد. لذلك الإطار التنسيقي يبحث عن هذه النقطة، أن يكون اختيار رئيس الحكومة القادم خيارا شيعيا صرفا ما بين القوى السياسية الشيعية ككل. أما إذا امتنعت باقي الأطراف الشيعية عن المشاركة بمسألة الحوار ومسألة اختيار رئيس الحكومة، فالإطار سيكون يعني مضطرا إلى الذهاب باتجاه تفاهمات ومسارات أخرى باتجاه قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة القادمة. خيار المعارضة مطروح للطرفين للإطار التنسيقي والتيار الصدري؟ الإطار التنسيقي لا، يعني مسألة المعارضة إذا كان هنالك حكومة تشكل ضمن السياقات الحقيقية والقانونية لتشكيل حكومة، فالمؤكد الإطار سيقبل بمسألة المعارضة إذا كانت المسارات دستورية وصحيحة. نعم. أما استخدام لغة الحوار والإقصاء ومسألة جبر الإطار على أن يكون معارضة، فبالتأكيد الإطار التنسيقي يرفض هذا الموضوع. يبقى الخيار للتيار الصدري اللي تعودنا عليه دائما هو يكون بجانب المعارضة حتى وإن كان مشارك، لكن هو دائما ما يتخذ خطوات المعارض. يعني إذا نستعرض التيار الصدري من 2010 بست وزارات واستمر إلى الآن هو بخمس وزارات، هذا ما يسمى معارضة، لكن اليوم ممكن يشكل ثقل اليوم في العملية السياسية. بالتأكيد هذه واحدة من القضايا اللي ينظر لها الإطار. يعني مسألة الواقعية هي مو بعيدة عن الإطار التنسيقي. لا الإطار قادر على تشكيل حكومة ممكن أن تمضي، ولا التيار منفردا قادر على تشكيل حكومة، على اعتبار احنا تحدثنا عن ضرورة وجود أيضا المناخ السياسي والهدوء السياسي حتى تقدر تنتقل لباقي الملفات وتحقق بها النجاح. هذا الأمر متوفر حاليا؟ إلى الآن فيما لو اتخذ الإطار الجانب تشكيل الحكومة بمعزل عن الإطار، ممكن أن تشهد الفترة أو حكومة الإطار معارضة أو تظاهرات على بوابات الخضراء من قبل التيار الصدري، وبالتالي هذا عملية تشويش على عمل الحكومة، بالتأكيد راح تفشل الحكومة. والعكس صحيح أيضا، فيما لو قرر الإطار التيار الصدري تشكيل حكومة، الإطار سيتخذ جانب التظاهرات والمعارضة واستخدام الأدوات النيابية داخل مجلس النواب يعني المعارضة، بالتالي أيضا فشلنا، ما وصلنا إلى حالة تحقيق ما يصبو إليه الشارع. طيب. بمسألة خدمات أستاذ علاء، كثير من النواب أكدوا حتى في خلال يعني برنامج من العراق، أشاروا إلى أن اليوم شخصنة الخلاف ما بين السيد المالكي والصدر هي السبب الأساسي أو الرئيسي في عدم تشكيل الحكومة. الخلاف نوعين بصراحة، أكو خلاف بين المالكي والسيد مقتدى الصدر يعني يتعلق بمسألة زعامة ممكن أن يحل بطريقة التفاهمات والحوارات، لكن من رسم شكل التحالفات حرص على أن يوجد يعني نوعين من الخلاف، مرة خلاف صدري مالكي. نعم. الغاية منه إبعاد القرار القوي للمالكي ورؤية المالكي وحنكته السياسية بهذا الجانب، وهنالك طرف يعمل على خلق خلاف مبدئي ما بين التيار الصدري وفصائل المقاومة أو الفتح. اللي يريد يخلق خلاف مبدئي ما بين التيار والفتح على اعتبار يعتبر أنه قوات أو تحالف فتح هو أحد أذرع إيران،
وأي عملية تقارب ما بين التيار، حتى من صار حديث ما بين التيار والسيد هادي العامري بأنه ماكو مشكلة بإتيان الفتح بدون المالكي، صارت اعتراضات وبطريقة شوشوا حتى على مشروع التيار الصدري نفسه بمسألة استغلال الوضع الأمني اللي صار بميسان. أقول بالتالي هنالك أطراف تعمل على إدامة هذا الخلاف، هذه الخلافات ما بين القوى السياسية الشيعية تصب بمصلحة الأطراف اللي تستغل هذه الثغرات كالقوات التركية والإماراتية وغيرها، وما نوصل إلى مرحلة استقلال. لكن اليوم الحضنة الدافع للمكون الشيعي هي إيران، بالتالي إيران فشلت، السيد قاني فشل أكثر من مرة في زيارته إلى الحنان اللي حل هذا الخلاف ما بين المالك والصدر. بصراحة هذا التوصيف مو صحيح، يعني مسألة الحضن الدافع للقوى السياسية الشيعية وإيران هذا اليوم العمق الاستراتيجي وحتى السياسي. احنا البارحة كنا بهذا الحديث، نحن نرى كقوة سياسية شيعية نرى أن نحن عمق إيران وليس إيران عمقنا. عمق التشيع هو العراق، أساس الحوزة هو العراق قبل ما تكون حوزة قم. طيب ما سبب زيارة السيد قاآني إلى الحنان؟ تبقى هنا مسألة تنسيق المواقف، نحن نشترك مع الجمهورية الإيرانية بالكثير من المواقف أو التفاصيل العقائدية، حتى على مستوى الثقافة، على مستوى المشتركات الدينية. لا بأس بأن يعني إلى الآن إحنا عندنا تجربة ناجحة مع الجانب الإيراني، مرة بإدارة المعارك مع داعش كانوا صادقين بالتعاون والتعاطي مع القوات، مع الحكومة العراقية. طيب لدعمها أستاذ علاء، هذه مداخلة، أيضاً مداخلة بسيطة، هذا الأمر أيضا يعطي العذر للمكون الآخر للتعامل مع تركيا ومع السعودية. إذن اليوم مثل ما الشيعة عندهم عمق في إيران، أيضا السنة عندهم عمق عربي أو عمق إسلامي، لكن طريقة التعاطي واضحة للرأي العام. اليوم مسألة التدخل التركي كشفت من هو يعني كان متفاهم لدرجة العمالة مع الجانب التركي اللي خليته خجول ولا يستطيع أن يصرح بالرفض تجاه أي عملية تركية أو عملية انتهاك تركي. بالمقابل نجد الطرف الآخر يعني ماخذ الأريحية بمسألة الاعتراض وعدم القبول والتصريح بالضد من أي موقف ممكن يصدر حتى من الجمهورية نفسها. إيران لا تدخل بمسألة القرار، وبصراحة هذا يعني نجي لمسألة مثلا السيد قاآني فشل بتقريب وجهات النظر بأخذ دور الحاج قاسم سليماني. نعم الحاج قاسم سليماني على الاعتبار هو من أسس هذه المنطقة ويعرف كل شاردة وواردة ويعرف حتى كيف يتعامل مع القوى السياسية، بالتالي كان ينجح بتقريب وجهات النظر وإيجاد زوايا مشتركة لعبور الأزمة. الآن الإطار التنسيقي منذ البداية بلغ الجانب الإيراني بعدم التدخل، وممكن أن يكتفي بمسألة استشارة فيما لو كان هنالك حل. يعني إذا كانت الجانب الإيراني عنده حل للأزمة ناقشه، ندرسه، نفهم منه، إذا كان قابل للتطبيق امضي، اطرح على الطرف الاخرى، قبلت بي احنا قابلين. هكذا يعني علاقه الطرف او القوه الشيعيه بالجانب الايراني. اما مساله رسم السياسه بالكامل من الجانب الايراني فهذا مو صحيح. طيب اليوم حتى مساله الخلافات امتدت وصلت الى داخل البيت الكردي، وهناك ايضا اختلاف على تسميه مرشح رئيس الجمهوريه. بالتالي اليوم القرار او الخيار بيد من؟ التحالف الثلاثي ام بيد الاخوه الكرد؟ اللاعب اللي رسم هذا النوع من التحالفات بصراحة يعني الغاية لا تقتصر على وجود الخلاف الشيعي، رغم أنه الخلاف الشيعي يؤثر على عموم البلد. عدم استقرار أو التفاهم، وجود تفاهم ما بين القوى الشيعية يسبب أزمة لكل المكونات. لكن طيب. العمل الحالي محاولة لإيجاد حتى أزمة كردية. يعني اليوم نتحدث عن مسألة كسر التوازنات والتفاهمات ما بين الحزبين الاتحاد والديمقراطي، هذا مؤكد سينعكس على الحالة الاجتماعية داخل المكون. يعني بدل ما كنا نعاني من عدم وجود استقرار ضمن القوى السياسية الشيعية، المرحلة القادمة ممكن نشهد أيضا عدم استقرار داخل المكون الكردي، وممكن أن ينسحب أيضا، نشهد خلافات وهي بدأت الآن واضحة ما بين القوى السنية. إذن بمصلحة من وجود هكذا نوع من الخلافات وعدم الاستقرار؟ من يعمل على وجود أزمة بكل المكونات حتى يبقى الوضع مضطرب داخل العراق؟ مؤكد من له مآرب ومشاريع ومخططات داخل العراق. طيب. من قبل الدول المحيطة. أستاذ علاء، ماذا بعد المهلة التي أعطاها السيد مقتدى الصدر؟ هل هناك سيناريو قريب للعملية السياسية؟
يعني الفكرة ممكن أن تنتهي بمبادرة الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي إلى الآن يعني قولت اللي يقول عندها أنه ما لزم الصعبة، إحنا نريد نحقق خدمة. نعم. الإطار يبحث عن مجموعة قضايا استراتيجية، ما عندنا كل مشكلة بمن سيأتي لرئاسة الحكومة، لكن وفق هذه المعايير ووفق هذه الأجندة المطالب بها. فإحنا آخر دعوة للتيار الصدري بأن نجلس على طاولة حوار ونتفق على المحاور القادمة، ونلتزم جميعا أمام الشعب العراقي بأنه المرشح فلان هو نتاج لاتفاق جميع القوى السياسية الشيعية، ونتعهد جميعا بدعم الحكومة القادمة لتنفيذ الملف أليف باء جيم دال. إذا المرشح تسوي تسوية، لكن على أي لا يلتزم الجميع، يعني ما يمر بطريقة أنه جبنا كلهم جابوا عادل عبد المهدي وبالأخير كلها تنصلت من عادل عبد المهدي، ما يمر بطريقة أنه هو رجل بالحكومة ورجل خارج الحكومة. اعتراف أمام الشعب العراقي جميعا أنه إحنا جبنا هذا رئيس الوزراء ومكلفين وملزمين بدعم رئيس الحكومة لتنفيذ الملفات الاستراتيجية المهمة، أولها مسألة حفظ سيادة البلد وإخراج القوات الأمريكية، حفظ حقوق المكون الشيعي والحفاظ على حجم القرار الشيعي، وأيضا مسألة حقوق واستحقاقات الحشد الشعبي واعتباره مؤسسة لا يمكن المساس بها، وننسحب إلى باقي الملفات الأخرى. طيب. هذا اللي طلب الإطار، هو أبدا مو مطلب صعب. أما إذا استمرت الأطراف بعدم التفاهم فممكن عندنا مساراتنا الأخرى ضمن العمل، ممكن نخلق جو من التفاهمات مع قوى سياسية أخرى، ممكن نشكل في حال تم تمرير اليوم منصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة بالكامل، هل يعني ستكمل هذه الحكومة دورة انتخابية كاملة 4 سنوات، أم ستكون مثل ما كانت في حكومة السيد عادل عبد المهدي؟ لا، أقل من حكومة السيد عادل عبد المهدي، ما تصمد. شنو الأسباب؟ الأسباب عندك معارضة قوية، اليوم أنت عندك أطراف ممكن تلعب على الطرفين، يعني اليوم احنا نتحدث ضمن العملية السياسية وجود أطراف مستقلة. نعم. نتاجهم هو الحراك الشعبي، يعني فيما لو اتحدت الرؤية ما بين جماهير المستقلين وبعض جماهير القوى السياسية، على سبيل المثال خلينا نقول الإطار التنسيقي اللي هو أيضا مو قليل شأن بجماهيره، قادر على أن يحرك الشارع وقادر على أن يقود تظاهرات واحتجاجات، لو انسجم هاتان القوتان باتجاه التظاهر، مؤكد أن الحكومة، يعني الحكومة عادل عبد المهدي إذا نحسب لها بفترة التظاهرات 3 أشهر هي انتهت، مو؟ نعم. هذه مؤكد أقل من هذه الفترة ستنتهي، لذلك إحنا ما نريد نروح بهذا الخيار، نذهب باتجاه اختيار حكومة ورئيس جمهورية ناتج عن مجموعة من التفاهمات ووجود الوفاق السياسي ما بين القوى السياسية. عضو ائتلاف دولة القانون الأستاذ علاء الحدادي، شكرا تواجدك معنا أكيد في هذه الحلقة من برنامج من العراق. شكرا جزيلا لك. حياكم الله. نعم أحبة المشاهدين، انتهى مشوارنا وحلقتنا لهذا الأسبوع، انتظرونا في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج من العراق. إلى ذلك الحين أستودعكم الله.